السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نبدأ باستخدام برنامج Autodesk Fusion 360. نبدأ نتعلم ونبدأ من خلال ممارسة الرسوم والتعرف على كيفية إنتاج الرسوم. أولا إن شاء الله راح نبدأ مع الأمر أو مجموعة سكتش. مجموعة سكتش معناته إنه راح أرسم شكل ثنائي الأبعاد 2 dimension، مثل ما أرسم شكل على ورقة بدون تجسيم وبدون انه ابين شكل مجسم. مثلا اريد ارسم على سبيل المثال خط مستقيم، اريد ارسم مربع او مستطيل او دائره او اي شكل ثنائي الابعاد. خلينا نبدا نرسم شكل مربع ريكتانجل. ريكتانجل طبعا هو معناته مستطيل. اخذ مربع من نقطتين. هنا راح يسالني البرنامج سؤال مهم، راح يقول لي على اي محور او على اي مستوي راح ترسم. تشوفون هذا المكعب المجسم، هذا محور X وهذا محور Y وهذا محور Z. احنا ما نريد ندوخ نفسنا كثير ولا نريد ندخل في تفاصيل في هاي المرحلة، خلي بس للبساطة وللسهولة نأخذ هذا المستوي أو هذا البلين. حاليا مباشرة من اختاريته البرنامج حولني إلى توب فيو، مثل ما أشوف هنا توب فيو، فكأنه دا أرسم على ورقة. هاي النقطة تسمى origin أو نقطة الأساس أو نقطة الصفر. هاي النقطة الحقيقة هي التقاء محور X الأحمر مع محور Y الأخضر. عندما لح يلتقون فإنه نقطة الالتقاء تسمى origin. يفضل أنه أستخدم نقطة origin للرسم لأنه نقطة هي احداثيتها صفر وصفر، صفر بالمحور X وصفر بالمحور Y، فمن السهولة انه اسوي لها ريفرنسينج او ارجع لها يعني بسهولة، اعرف الاحداثيات مالتها. ما اذا ارسم في مكان ما راح اضطر انه اعرف ايش قد ابعد عن نقطة الصفر لاحقا. لذلك راح ابدا، لو تلاحظون من اجيب المؤشر ماوس بوينتر اجيبه عند نقطة الاوريجن راح يتحول الى شكل اخر. حاليا هو هذا شكله، ده يقول لي ده يبين لي انه شكل مستطيل، اريد ارسم امر اعاز المستطيل ثم كروس هير او علامة الزائد، يعني يقول لي اختار النقطة. فاني لما راح اجي عند نقطة الاوريجين راح تحول صيرها سناب او قفز، تقفز الى الاوريجين، سناب قفزة الاوريجين الى مربع. هذا المربع معناته الى هذه النقطة. على كل راح اختار هاي النقطة، اسوي كليك لفت كليك اللي هو الزر الايسر في الماوس، كليك راح اشوف انه بدا اعاز المستطيل بالتنفيذ. هذا هو المستطيل، تشوفون هو الدايناميك معناته يتغير مع حركه الماوس. انا اريد احداثيات غير محدده حاليا، بس راح احدد هذا المكان مثلا واضغط على الزر الايسر مره ثانيه كليك. اللي صار ما يلي، صار عندي شكل مستطيل. هذا الشكل مستطيل إلى أربع أضلاع طبعا مثل ما تعرفون، وإلى هاي المساحة، هاي المساحة الوسطية داخل الأضلاع الأربعة. تغير لونها إلى اللون البرتقالي الفاتح، معناته أنه هذه منطقة مغلقة. هكذا يفسر البرنامج أنه هذه منطقة مغلقة. المنطقة المغلقة أقدر أنتج من عندها أشكال مجسمة. هسه راح نفهم شلون راح نسوي هذا الشيء. رسمت شكل مستطيل، اضغط على ستوب سكتش، انهي الرسم. ستوب سكتش راح يرجع الشكل المجسم، تلاحظون؟ فاذا هذا هو المستوي مالتنا اللي رسمنا عليه الشكل المستطيل. هذا الشكل المستطيل اريد احول الى شكل مجسم. اقدر اكثر من طريقه، احد الطرق انه اسوي رايت كليك، زر اضغط على الزر الايمن فوق الشكل المستطيل، ثم اختار بريس بول، انتبهوا وياي. اجي على الشكل المستطيل، رايت كليك بالزر الايمن للماوس، اختار بريس بول. بريس بول شو معناته؟ معناته راح يدفع هذا الشكل، شوف هذا الاتجاه السهم. ظهر طبعا عندي كذلك قائمه نتكلم عنها لاحقا ان شاء الله. فهذا ظهر هذا السهم، اسحبه للاعلى، لا اشوف انه الشكل المستطيل تحول الى شكل مجسم. هذا هو ارتفاعه،
مو احنا عندنا حاليا محورين اكس واي وهذا زد. اقول اوكي، حاليا عندي شكل مجسم، هذا الشكل المجسم هو متوازي المستطيلات مثل ما يسمى، والقاعدة مالته هو شكل مستطيل ثم بثقته extruded بثقته نحو الأعلى بمقدار معين أعتقد 35 ملم، وحصلت على هذا الشكل المجسم. لو أريد أحرك أشوفه من باقي الجوانب راح أجيب البوينتر نحو هذا الأيكون اللي هو الأوربت، أوربت كليك، شوف أكو تظهر لي دائرة خفيفة جدا هنا، أكون بالوسط وأتحرك بالزر الأيسر، طبعا أضغط بالزر الأيسر بشكل مستمر، أصعد أنزل يمين يسار، فإذا راح أشوف الشكل أقدر أشوفه من كل الجوانب. تغير عندي الشكل وما أعرف الاتجاهات مالتي شو أسوي، أجي هنا أقول له هوم، بعد أن أطلع من هنا رايت كليك أوكي، طلعت من 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 زر من مفتاح الأوربت أو إعاز الأوربت، بس تغير الاتجاهات مالتي، تغير الإكس والواي وما أعرف شو أسوي هسه. بكل بساطة وبكل هدوء أجي على هذا الشكل المكعب وأضغط على البيت اللي هو هوم، معناته راح يرجعني إلى المظهر الأساسي أو الشكل الأساسي. طبعا لو كان عندي ماوس فيها سكرول أو قرص دوار في الوسط اللي هو سكرول، أقدر أستخدمه لغرض التكبير والتصغير مثل ما تشوف. التكبير والتصغير ما راح يكبر ويصغر لي الجسم، إنما يسوي لي زومينج فقط، يعني يقرب لي الكاميرا كأنه دا اقترب بالكاميرا او ابتعد عنها. ابعاد الجسم ابعاد ثابته ما راح تتغير الا اذا انا غيرتها. اوكي، هذا هو طبعا، خل نتفق انه هذا هو الاسلوب الاولي لانتاج شكل مجسم. راح نعيده بشكل سريع، خلي اختار الشكل المجسم اقول ديليت سوري ديليت سوالية ايرور كلوز نو بروبلم كلوز اوكي اجي من ديليت اجي من ديليت ديليت اقدر اسوي ديليت بهالطريقة، اقدر اسوي ديليت بهالطريقة، رايت كليك وديليت مسح لي الشكل. احنا هذا بس يعني راح نجي عليه في وقت لاحق ان شاء الله. زين، هسا اريد ارسم شكل مجسم من جديد كأنه بديت من الصفر. اقدر اضغط على الهوم اللي هي العودة للمشهد الاولي، هذا هو المشهد الاولي، هذا محور اكس الاحمر والازرق محور واي سوري عفوا محور زد، والاخضر العمودي هو محور واي، طبعا مظهر عندنا هنا. اريد ارسم اعيد الرسم مالي من جديد بسهوله، اضغط على الريكتانجل واختار المسقط هذا، حولني عليه مباشره، اختار نقطه الصفر، ارسم الريكتانجل That's it. أقول له stop sketch. انتهى الرسم. هسا حتى أحول هذا الرسم إلى شكل مجسم، right click, press pull أو create extrude نفس المبدأ. وأعطي ارتفاع. أقول له أوكي. حصلت على شكل مجسم. أقدر بعد أضغط على أضغط أكبس على السكرول اللي هي الويل الوسطي العجلة الوسطية في الماوس، اكبس عليها press and move press and move، هذا راح يسوي عملية تسمى pan، كأنه دا احرك الورقة يمين ويسار فقط حتى اشوف الشكل بشكل افضل فقط. هاي نتعلمها ايضا بمرور الزمن ان شاء الله. المهم بهاي الطريقة انتجت الشكل المجسم. شكرا جزيلا.